عالية للأحزاب الصديقة والمنظمات النقابية الحقوقية والمدنية الحاضرة معنا في هذه الجلسة الافتتاحية. تحية لممثلي الصحافة الوطنية والدولية، ضيوفنا الكرام، أيتها الرفيقات والرفاق الأعزاء. بالفعل يعني هذاك الشريط اللي تم التقديم ديالو غادي يحفيني بواحد العدد ديال الأوراق باش ما نطولش عليكم. الرفاق مشكورين، ركزوا كثير على أمينة العامة، ولكن كيف قال رفيق العوني قبل قليل، فالعمل داخل الحزب الاشتراكي الموحد لا يقتصر على القيادة ولا على المكتب السياسي ولا حتى على المجلس الوطني. فالعمل الأساسي يقوم به الرفيقات والرفاق في الفروع، في القطاعات، في الجهات، وهو عمل متواصل إلى جانب المواطنات والمواطنين لنصرتهم والتعريف بالمشروع التقدمي الذي ندافع عنه كحزب اشتراكي موحد. فتحية للجميع مرة أخرى. يشرفني باسم هيئات الحزب الاشتراكي الموحد ومؤسساته أن أرحب بكم جميعا، شاكرة لكم تشريفنا بحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لحزبنا، فوعيا منا بتغيرات السياق الذي ينعقد فيه مؤتمرنا الخامس، قمنا بإعداد أرضية سياسية تحت عنوان السيادة الشعبية، بالنظر لكوننا نعيش في زمن التنكر للديمقراطية وضرب وتجاوز السيادة الشعبية والتي نعتبرها قضية مركزية في الصراع أمام تراجع السيادة الوطنية للدول، ولا سبيل لاسترجاعها إلا بترجمة الإرادة الشعبية إلى سيادة شعبية، يعني بالديمقراطية الحقة والنضال من أجل بنائها. انطلقنا من اجتهاد فكري ونقد بناء لتجربتنا كجزء من اليسار المغربي، وقمنا بأعداد أوراق عديدة تنظيمية اقتصادية حول الفلاحة والصناعة والشغل والصحة والتعليم والسكن والثقافة والمسألة الأمازيغية والمسألة النسائية والمسألة النقابية، مسألة الشباب والطلبة وقضايا الهجرة والقضية الوطنية، كلها أوراق ستناقش داخل المؤتمر قبل أن تعمم على الجميع. فمرحبا بكم في مؤتمرنا المنعقد تحت شعار نضالنا اليساري من أجل الشعب والوطن والديمقراطية. نضالنا الملتزم بقضايا الشعب والوطن والمستمر من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة لشعبنا وللحفاظ على سيادتنا الوطنية وضرورة استكمال وحدتنا الترابية. نضالنا المتواصل والمتجدد لنصرة كل القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي منذ زرع الكيان الصهيوني الغاشم في أرضها ليلعب دور الدرك الحامي لمصالح الغرب الإمبريالي، والشعب الفلسطيني صامد ويقاوم وهو يتعرض للتقتيل الجماعي وللتهجير القسري والأسر والتضييق على كافة الأصعدة بمؤامرات شتى واتفاقيات ملغومة وصفقات الخزي والعار، وبجر الأنظمة العربية والمغاربية للتطبيع من أجل تحييدها وعزل القضية الفلسطينية لتسهل التصفية وطمس الهوية وإبادة شعب مكافح أبى إلا أن يحيا حرا. صمد وأربك وزعزع الكيان بانتفاضاته المجيدة ومقاومته الباسلة التي لم ولن تستسلم رغم إرهاب دولة محتلة عنصرية مجرمة، ولا حتى أمام غطرسة ثنائي الصهي الأمريكي وحلفائه، رغم تواطؤ المنتظم الدولي الذي يكيل بمكيالين في زمن انهارت فيه القيم الإنسانية وتراجعت الحقوق والحريات أمام تسلط الرأسمالية، حيث اغتيل الحق وتكلمت لغة الظلم والمصالح عبر وسائل الإعلام متحكم فيها، وفي تواطؤ الأنظمة الرجعية التابعة غير القادرة على أن تتحرر وأن تنهض بالديمقراطية وبصيانة الحقوق والحريات وبإحقاق العدالة والمساواة
والمواطنة الكاملة لشعوبها. وهكذا فالقضية الفلسطينية تعود للواجهة بفضل مقاومتها الباسلة وصمود المقدسيين الأشاوس ونضال الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات. هي في دفاعها عن حقوقها التاريخية تتعرض اليوم إلى شوط غير مسبوق في همجيته من أشواط غطرسة الكيان الصهيوني المحتل المجرم، والذي بتحكمه في الإعلام يرسم لنفسه صورة الضحية التي تدافع عن نفسها ليحشد الدعم لمخططه الإجرامي مدعم بالإمبريالية حتى يستبيح تقتيل الأطفال بالمئات والشهداء بالآلاف والقصف بالأسلحة المحظورة وينشر الدمار ويستهدف المدنيين بشكل جنوني وينسف البنيات التحتية ويمنع الماء والكهرباء والدواء والبنزين ويهدد بالإبادة الشاملة لدفع الساكنة إلى مغادرة القطاع وإشعال حرب إقليمية. يقع كل هذا على مرأى ومسمع المنتظم الدولي المتواطئ مع نظام غاشم متغول في المؤسسات الدولية التي تعتبر من ضمن آلية النظام العالمي المتوحش الذي يحكم بالفوضى الهدامة وبمركبه الأخطبوطي، المركب المالي العسكري الرقمي الذي يمارس سلطة ما فوق وطنية ولا يحتكم للقانون. نظام عالمي معولم عليه أن يتحمل المسؤولية فيما جرى وما يجري وأن يوقف الحرب والإجرام عوض مواصلة دعم الكيان الصهيوني. ولهذا فنحن نقول لمن يستنكر ما وقع في 7 أكتوبر 2023 ويمعت المقاومة الفلسطينية بالإرهاب بأنه إذا اعتقدنا بأن لا شيء يمكن أن يبرر قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء فلا يمكن التمييز بين هؤلاء وأولئك. ولينظر المستنكرون ماذا اقترفه الكيان الصهيوني ومستوطنيه المتوحشين من جرائم ووحشية غير مسبوقة قبل 7 أكتوبر منذ ما يقارب 75 سنة وما قام به بعد 7 أكتوبر من احتلال متواصل ومن حصار لا إنساني ومن تقتيل جماعي في محاولات متتالية يائسة من أجل تصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني المكافح. ونقول للدول المتخاذلة التي تجمع بين الاستبداد والفساد ولا تسمح لا بتحرر شعوبها ولا ببناء دولة الحق والقانون ولا تعرف كيف تحافظ على سيادتها واستقلال قرارها ورعاية مصالحها وتخضع للتبعية والضغط والتي أصبحت فوق كل هذا مطبعة بأن الخضوع لا يزيدها إلا ضعفا وأن الفرصة أمامها اليوم للتأهب لتمنيع نفسها ضد الأخطار المحدقة بها وبكينونتها وذلك بالديمقراطية وببناء مجتمعات العلم والمواطنة وأن تستعد لحماية أرضها وخيراتها ومقدساتها بدءا بإلغاء اتفاقية التطبيع الذي يسعى الكيان الصهيوني من ورائها تحييد الدول المطبعة في إطار مخططه لعزل القضية الفلسطينية قبل تصفيتها. وذلك لأن التطبيع يضعف القضية الفلسطينية التي هي قضيتنا ولكن أيضا يشكل خطرا على شعوبنا وأوطاننا ويعرقل إمكانية تحررنا وتقدمنا ولن يحمينا من الأخطار المحدقة بنا ولن يفيدنا لا في إنعاش اقتصادنا ولا في استكمال وحدتنا الترابية ولا في تجاوز أزماتنا، لأن من يحرر الوطن هم أبناؤه وبناته وهو التضامن مع أحرار هذا العالم والمطالبة بسيادة القانون. كما نحذر المطبعين من خطورة التطبيع التربوي والثقافي الذي يساهم في الزج بشبابنا في متاهات نظام التفاهة وضرب القيم وتطويع الأجيال القادمة على الاستسلام والخضوع عبر تلقين أبنائنا تاريخا مزورا تحت خدعة السلام الكاذب والتسامح. فلا سلام مع من يبني كيانه على الاحتلال والإجرام. كما نؤكد على أننا كمغاربة أحرار نعتبر بأن دعمنا للشعب الفلسطيني سيصبح أقوى
بالحفاظ على سيادتنا الوطنية واستقلال قرارنا وعدم القبول بالاتفاقيات الفوقية التي تفرض علينا، وأن مشروعنا أساسه التقدم باتجاه ترجمة الإرادة الشعبية إلى سيادة شعبية، وتقوية الجبهة الداخلية بالديمقراطية، والتأسيس لدولة الحق والقانون لتوطيد اللحمة الداخلية باعتبارها الدرع الحامي ضد الاختراقات والإكراهات والضغوطات. كما نطالب الدولة المغربية بضرورة إلغاء كل أشكال التطبيع لأنه يشكل خطيئة في حق شعبنا ومستقبل وطننا، ونقول للشرفاء في العالم عليهم أن يتدخلوا من أجل إيقاف جرائم الصهيونية، وأن يعملوا على فرض احترام القانون وإيقاف الحرب وتقديم المجرمين الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية لينالوا جزاءهم. فإذا كانت الحرب تحتاج إلى شجاعة، فإن السلام وإحقاق الحقوق يحتاج إلى شجاعة أكبر. أيها الحضور الكريم، أيها الرفيقات والرفاق، إننا نعيش على إثر هزات جيوستراتيجية متتالية وظروفا صعبة على الشعوب والأوطان في العديد من بقاع العالم، تكاد أن تعمم تبعاتها وتنذر بتغيير مرحلة وانطلاق مرحلة بعدما انهارت نظرية نهاية التاريخ لصاحبها فوكوياما. نحن أمام توازنات جديدة في الأفق وسيكون لها تأثير علينا، فلا بد من تطوير وعي المرحلة وترجمته إلى مشروع لإعادة تموقعنا ورسم أفق أفضل لشعبنا ووطننا. فكيف نستعد لرفع التحديات؟ فنحن أمام تحدي الرأسمالية المالية واحتدام الصراع الجيوستراتيجي، ولكن أيضا نحن أمام تنامي الحركات الاجتماعية والتمرد الخلاق الرافض للعولمة المتوحشة والاستبداد، والرافض للتقشف ولضغط المديونية وهيمنة المؤسسات المالية ومؤسسات التنقيط وسلب السيادات الوطنية للدول، وما نتج عنها من أزمات مركبة ومن تهديد للسلم الاجتماعي ومن اتساع دائرة الفقر والفوارق والبطالة. نحن أمام تحدي الطاقة الأفورية والمتجددة وطرق توزيعها، من حرب أفغانستان إلى ضرب نورستريم 1 و2، حيث أن طرق نقل الطاقة أصبحت أساس حروب دارية، ومحاولة فرض ضريبة ثاني أكسيد الكربون لعرقلة تصنيع الدول النامية، وأمام تفاقم الكارثة البيئية وأزمة الأمن الاستراتيجي الغذائي والماء وغيره. ونحن أمام تحدي الصحة وخلاصات جائحة كوفيد-19 التي يجب استيعابها، خاصة والنظام العالمي المتحكم في العديد من المنظمات الدولية وأيضا في المنظمة العالمية للصحة يعمل على تسليم تدبير الصحة للمنظمة العالمية للصحة انطلاقا من شهر ماي 2024 كسلطة صحية ما فوق البرلمانات والحكومات، وسيكون لها تأثير على الحريات خاصة في زمن الذكاء الرقمي والتحكم في بنك المعلومات الشخصية والصحية. ونحن نعلم من يمول هذه المنظمة وما هو تصوره للعالم المعولم. ونحن أيضا أمام تحدي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فإذا ظهرت خدعة تدخل النظام العالمي الأحادي باسم نشر القيم الكونية والديمقراطية وحقوق الإنسان بعدما دمر العراق بكذبة امتلاكه أسلحة الدمار الشامل، وقبله أفغانستان ويوغوسلافيا ثم سوريا واليمن والبحرين وليبيا وغيرها، وتمت شرعنة التدبير بالفوضى الخلاقة لرسم خرائط جديدة تحت غطاء محاربة الإرهاب والتطرف الديني الذي تم زرعه واستغلاله قبل محاربته، وكل ذلك من أجل بسط هيمنة الاستعمار الاقتصادي الجديد تجسيدا لما سبق، وأن نبه إليه المفكر الكبير عبد الجابري حول أزمة العقل العربي، أو عندما يغذي الجهل المؤسس الجهل المقدس في إطار الدلقراطية. العالم يعرف اليوم تغيرات كبيرة ومتسارعة وأزمة مركبة تتطلب الفهم والاستيعاب، لأن ما ستسفر عنه
هذه الهزات سيكون له وقع على شعوبنا وأوطاننا وعلى مستقبل الإنسان والبيئة. وذلك يعني سأعفيكم من هذا من توصيف النظام النيوليبرالي والرأسمال المالي وأخطبوطه وتمركز السلطة وما أدت إليه من تفاقم الفوارق. وهكذا نقول بأنه رغم أزمات الليبرالية الجديدة المتتالية، فهي اليوم تحاول جر العالم إلى حرب شاملة أطلقتها عبر الناتو في أوكرانيا، واليوم تحاول نقلها للشرق الأوسط وإشعال فتيل حرب إقليمية هناك انطلاقا من غزة. كل هذا في ظل تغيرات جيوستراتيجية غير مسبوقة تسائلنا، لأنها تنذر بتوازنات دولية جديدة وبنظام متعدد القطبيات كاحتمال وارد بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من جهة، وبين دول بريكس من جهة ثانية. دول بريكس التي تتحكم فيما يقارب 55% من توزيع البترول والغاز، والتي تزن 35% من الناتج الدولي الخام، وهي تتفوق بذلك على مجموعة السبعة الجسد التي تمثل 31% من الناتج الدولي الخام. دول بريكس التي ليست تكتلا مقابل ناتو، ولكنها ترفض أن يحدد سعر كل المواد الطبيعية من بترول ومعادن وغيرها بالدولار، وهي ستشكل لا محالة قوة للحد من غطرسة النيوليبرالية المتوحشة، وربما تقوم بلعب أدوار جديدة عبر إقدامها الوشيك على خلق عملة خاصة بها لوضع حد لهيمنة الدولار، والذي ظل أداة تستعملها الولايات المتحدة الأمريكية لبسط سيطرتها على العالم. وقد عبرت عن استعدادها إطلاق عملة خاصة بها للتعاملات التجارية وإقدامها على تأسيس صندوق نقد دولي رقم 2. كما أبانت عن إمكانية لعب أدوار دبلوماسية متقدمة، نقول على سبيل المثال تدخلها في سوريا لإنقاذ بشار الأسد، وتدخلها في التقارب بين السعودية وإيران، وتموقعها في البحر الأبيض المتوسط وداخل القارة الإفريقية التي تشهد اليوم مولد مرحلة التحرر والانعتاق للإنسان الإفريقي من العبودية القديمة والجديدة. فرغم بوادر توازنات عالمية جديدة، إلا أن تدبير العالم بالفوضى الخلاقة لا زال مستمرا بالنظر للتفوق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية. وبطبيعة الحال هل سنبقى مكتوف الأيدي أمام تسارع الأحداث، ونحن نرى اليوم ضرب الحريات والتحكم في بنك المعطيات والانتقال إلى الإنسان الملغم بالرقائق الإلكترونية للترانزيومانيزم والبيساج والتحكم في نتائج العلوم الخاصة بالنوغوسيونس والإبيجينيتيك، يمكن أن يصل إلى حد الاستعباد الرقمي في زمن الذكاء الرقمي. فهل سنبقى مستهلكين للعلوم متفرجين على هذه التغيرات الهائلة، أم أننا سننخرط في مجتمع العلم والمعرفة وأن نبني مستقبلنا وأن نضع مخططا لاسترجاع الأدمغة المغربية التي توجد اليوم خارج البلاد؟ أيها الرفيقات، أيها الرفاق، أيها الحضور الكريم، إن الشعوب لم تقل كلمتها الأخيرة، فأمام غطرسة النظام النيوليبرالي وآثاره على الشعوب والأوطان ظهرت العديد من المبادرات المناهضة للآثار السلبية للعولمة الرأسمالية، حيث خلقت أملاً متجدداً في التغيير، من ضمنها الثورات المواطنة في أمريكا اللاتينية، وحركة سيريزا في اليونان، وبوديموس في إسبانيا، وحركة سترات الصفر في فرنسا، والعديد من الحركات الشعبية والانتفاضات في العالم العربي والمغاربي تطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبوضع حد للتسلط وتفاقم الفوارق، وتطالب بتأسيس عالم عادل يضمن فيه السلم والأمن والكرامة ويضع حداً لتدمير الطبيعة والإنسان، والتي رغم التدخل من أجل إجهاضها، يعني هذه الحركات الاجتماعية، فهي مستمرة بأشكال متجددة عبر الحركات والتنسيقيات ومبادرات إطلاق إعلام حر وحركة اقتصاديي المفكرين، معتمدة على وسائط التواصل الاجتماعي التي تشكل ثورة بذاتها إذا حسن استعمالها لخلق الوعي الكافي للانخراط الواعي. أيها الحضور الكريم، أيتها الرفيقات والرفاق، إن الحزب الاشتراكي الموحد
الذي يستمد مبادئه ومنطلقاته النظرية والسياسية من الرصيد الإيجابي للفكر الاشتراكي والديمقراطية في جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والتنموية والقيم العقلانية للحضارة العربية والأمازيغية والإسلامية التي تتجاوب مع الفكر الحديث في أبعاده الإنسانية والكونية والبيئية واعتماد الديمقراطية والحداثة كاختيار لبناء دولة الحق والقانون في إطار مجتمعي تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية والجهوية والمناطقية وحقوق المواطنة الكاملة والمساواة التامة بين المرأة والرجل. الحزب الاشتراكي يعقد مؤتمره الخامس الذي يريده مؤتمرا سياسيا بمهام تنظيمية وازنة ويؤكد ارتكازه على الانخراط في الحركات الاجتماعية انطلاقا من حركة 20 فبراير مرورا بكل الحركات التي مرت ببلادنا من سيدي إفني وإميدر وجرادة وزقورة إلى الحراك الشعبي بالريف والتنسيقيات الأطباء والممرضين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وحركات المقاطعة الشعبية والأرض الراس حيث أصبح هناك ضرورة لمواجهة الانتكاسات والتراجعات من أجل النضال لتجديد الوطنية المغربية ومن أجل تطوير الخط السياسي والواجهة النضالية. كرامة عدالة كما أن وضع اللا يقين الذي يعرفه العالم يفرض على حزبنا مواصلة الاجتهاد الفكري والتنظيمي والثقافي التنويري وإطلاق المبادرات وتقديم الدعم والأفقي السياسي للحركات الاجتماعية الشعبية. يعني سأعفيكم من تحليلنا للوضع الوطني المفصل وأعطي فقط بعض الإشارات الدالة على ما وصلنا إليه. فتتبعنا للوضع الوطني والسياسات المنتهجة من قبل الحكومات المتتالية أعطتنا كوارث وأزمة مركبة وعلى رأسها تفاقم الأزمة الاجتماعية ومن فقر ومن اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية وغيرها. كذلك هناك تأجيل للإصلاحات السياسية والدستورية الضرورية من أجل العبور للديمقراطية والانصياع توجهات المؤسسات المالية التي تفرض سياسات التقشف والخصخصة وتجعلنا نهضق تحت ثقل المديونية. وهكذا نرى تراجع الدولة في العديد من مجالات احتكارها لتتخلى عنها تدريجيا لصالح الخواص والذين لم يخلقوا تنافسية حقيقية ولا فرص شغل كافية في مرحلة الأولى قبل أن تفرض سياسة الانفتاح الاقتصادي مع نهاية الثمانينيات وسيادة المحافظين الجدد والذين فرضوا تراجع دور الدولة الاجتماعي والذي يعتبر أكبر خطر على الدول النامية غير القادرة على التنافسية. كما وجه الاقتصاد الوطني في بداية هذا القرن نحو سياسة جلب الاستثمارات الخارجية المباشرة لزيدير وهي السياسة التي حكمت توجهات آنذاك لخدمة هذا الهدف. وفرض إصلاح التعليم بنظام الـLMD قبل فرنسا التي أنجزت بسنة حيث جربته فينا وسن بعض الإصلاحات مثل هيئة الإنصاف والمصالحة والتي لم تنفذ تقاريرها ولم التقرير لم يصلنا ولم يعني يعتمل بتوصياتها. كما أطلقت كل هذه الإصلاحات ضمنها تعديل قانون الأسرة في 2004 من أجل خلق أجواء مواتية لجلب الاستثمار وسمح بصدور صحافة مستقلة. وكل هذه الإصلاحات بين مزدوجتين مواكبة لما خلصت إليه مكاتب ماكنزي ومطابخ المؤسسات المالية. وهكذا ستقر الدولة بعد حين بفشل النموذج التنموي الذي صاحبه الريع واستغلال النفوذ والإفلات من العقاب والإعفاء وحتى التهرب الضريبي واستغلال العمال والمستخدمين. وقامت الدولة بتنصيب لجنة ملكية خاصة من أجل صياغة نموذج تنموي جديد من جهة
لتقديم مشروع بديل، ومن جهة ثانية لامتصاص شيء من غضب الحراك الاجتماعي وربح الوقت. فهذه اللجنة ستخرج مشروعها كنموذج تنموي جديد بجيل جديد من الإصلاحات، اتضح آنذاك أن الإصلاحات المعلنة مطابقة لتوصيات صندوق النقد الدولي الذي أوصى المغرب بإصلاح، يعني خصخصة المؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى من المكتب الوطني للماء والكهرباء والموالي والسكك الحديدية وشركات الطيران وحتى يعني اللماب والمركز الهيدروكاربير والمعادن. وطالب كذلك هذا الصندوق الدولي المغرب بفرض إصلاح ضريبي ومالي في أفق تعويم درهم وفك صندوق وتفكيك صندوق المقاصة في أفق 2028. تابعنا تدبير جائحة كوفيد من قبل الحكومة، ويمكن اعتبار هذه المرحلة مرحلة جد صعبة في التراجع والردة الحقوقية وفي مجال الحريات وتجاوز الدستور، حيث رأينا تسريحات بالجملة ولاحظنا بأنه مع كل الأسف رغم هذه النماذج المتتالية هناك 25 مليون من المغاربة بحاجة للإعانة، بينما الشركات الكبرى استعادت عافيتها وراكمت أرباح، وأصبحت وزارة الداخلية تتحكم في البرلمان وتفرض وتحاول فرض جواز التلقيح ضدا عن قانون نيرنبرغ لسنة 1947 والذي ينص على عدم إجبارية مع توفير المعلومة والتنوير، بينما سيتم تلقيح الناس بخليط تجريبي ليس بلقاح مجرد في خرق للقوانين والأخلاقيات والأعراض، وستظهر أعراض يعني كثيرة تفضح الخدعة الكبيرة. فالخطير اليوم أمامنا هو منظمة المنظمة العالمية للصحة التي ستصبح لها سلطة ما فوق وطنية، وهذا ما نخشاه إذا ما قدر الله انطلقت جائحات أو أوبئة جديدة، وكيف سنتعامل معها بالخضوع والخنوع ما دمنا لا نسائل ما يقع على مستوى العالم. فكما أبانت جائحة كوفيد على أهمية التعليم والصحة العموميتين، فعوض أن ننهض بالصحة الصحة والتعليم العمومي، ظهر للخواص بأن هذين مجالين للربح، ودولة يعني ساعدت التعليم الخاص على حساب التعليم العمومي، كما أطلقت ضدا على ما صرحت به من قبل أطلقت يعني المجموعات الصحية الترابية وفتحتها للخواص، وتراجعت عن كونها مستعدة لبناء 12 مركز استشفائي جامعي في كل جهات الوطن، بل بالعكس المشروع الأخير ينص على حل هذه المراكز الاستشفائية. كما أننا قمنا بدراسة المشروع الذي تقدمت به الحكومة تحت عنوان الدولة الاجتماعية، وبينا بالملموس وبإشراك الخبراء والمختصين بأن هناك وهم الدولة الاجتماعية وليس مقومات هذه الدولة الاجتماعية. كما رفاقي لن نقف على كل التراجعات، ولكن لا بد من الإشارة إلى مشروع الحماية الاجتماعية، والذي رغم أنه حدد له سقف 2022 لا زال متعثرا مع يعني فتح قطاع الصحة للخواص. كما أنشأت الدولة شركات جهوية متعددة الخدمات من أجل يعني أن تسلم لها توزيع الماء والكهرباء، فضلا على أن الدولة دائبة في مخطط خطير وهو سلب الأراضي من أصحابها، الأراضي السلالية وأراضي الجموع. ونحن نحيي معنا اليوم تواجد تنسيقية الوديان الثلاثة والنون والسقية الحمراء والذهب، حيث أن الدولة قامت بتحفيز جائر لما يزيد على 300 ألف ديال الهكتارات بدون إشراك الساكنة، ونحن نعرف بأن ساكنة صحراوية مناضلة ووطنية وساهمت في إجلاء البرتغال والإسبان وهي تساهم اليوم في المشروع التنموي. وإذا كان هناك من مشروع أو ميثاق تنموي فلا بد من إشراك الساكنة وأبنائها وإشراكهم في هذه المشاريع
التنموية. فلا يجب أن نترك بلادنا تسير نحو المنحى الذي يصطلح عليه بلغة مولير لا ديبوسيسيون توتال، يعني نأخذ الأراضي ونأخذ الماء ونأخذ الأراضي الصالحة للزراعة ونسلمها لهؤلاء المستثمرين الخاصين الذين يأتوننا من الخارج بدون الاكتلات، لا بوضع الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا، ولا بضرورة تأمين الأمن الغذائي لأبنائنا، حيث أن الدولة وفي ظل الجائحة ظلت تدعم الفلاحة الزراعية المتجهة نحو التصدير والتي تستهلك المياه الكثيرة، في حين أنها لم تدعم الفلاح الصغار الذين يمتلكون أقل من 5 هكتارات والذين يشكلون 85% من الفلاحة، وهم اللي يقوموا بالفلاحة المعيشية، خلتهم مهمشين والعدد منهم ما زرعوش حتى الربع ديال الأراضي ديالهم بالنظر للظروف ديال الجفاف. إذن هذه كلها مخططات من أجل التسريع ومن أجل يعني جعل كل قطاعات التعليم والصحة والاستغلال. غدا سنصبح إذا لم نقم جميعا بتوحيد جهودنا وبناء ديمقراطيتنا بمؤسسات قوية قادرة على قول كلمتها، وليس فقط بالتصويت على قوانين تأتينا من حيث لا نعلم من أين جاءت ولا ما هي أسباب نزولها، كي ندافع عن وطننا وخيراته. ولهذا سأنهي هذه الكلمة بالإشارة إلى أنه لا يمكن أن نبني دولة قوية بدون اقتصاد قوي، والاقتصاد القوي يعتمد أساسا على الطاقة، ونحن رأينا كيف أن الدولة قامت بخوصصة لسامير بعد أن تسلمها، بعد أن تغلقها وتدفعها ب 5000 ديال المهندسين وديال الحرفيين وديال التقنيين السامون، دفعت بهم البطالة وحرات الأسعار، وهذا الشيء جعل واحد العدد العائلات في المغرب هما اللي اليوم كيتحكموا في التوزيع ديال البترول وديال الغاز، وراكموا يعني ثروات كبيره. حنا كنا فرحنا ملي دخلت في الدستور واحد العدد ديال المؤسسات تم دسرتها من قبيل يعني المجلس ديال المنافسه الذي قال كلمته بعد اللجنه ديال البرلمان، وقال بان هناك عائلات راكمت بشكل لا اخلاقي واحد العدد ديال الملايير في البرلمان، كانوا تكلموا على 17 مليار ديال الدرهم، اليوم راه فتنا 50 مليار ديال الدرهم اللي كان خاص تخرج واحد النسبه ترجع للصندوق وما رجعتش. ولهذا نحن نطالب من هنا انه الدوله يجب ان تراجع هذه السياسه ديال الخوصصه الشامله. ونقول في النهايه ان علينا انخراط في الحركات الاجتماعيه والنضالات الجماهيريه وإعطائها دعما وأفقا سياسيا واضحا في إطار ممارسة المواطنات والمواطنين لحريتهم الديمقراطية وحقوقهم الهادفة إلى رفع الظلم وتحقيق مشروع التحقق التحرري والمساواة. وهكذا فعلينا مواصلة الاجتهاد والفعل باتجاه تعاقد اجتماعي جديد يعيد بين الدولة والمجتمع لإعادة بناء الثقة. الذين يستحقون